لعبت انت مع النادي الاهلي مع موسيماني في مباراه، كانت البدايه الاول في مباراه بيراميدز بالظبط صح؟ اه مظبوط. لعبت حوالي كام دقيقه فيها؟ حوالي 4 5 دقائق ولا بالوقت الضايع حوالي 8 دقائق او 10 دقائق. 8 دقائق، لكن الناس يعني في الوقت ده اثنت على شادي رضوان، في 4 5 دقائق استلمت استلام وفي كره ثانيه سددتها، فبدات حتى الاستاذ نبيل حلفاوي الاهلاوي الكبير يعني لمح وقال فعلا يعني في دقيقتين في موهبه يعني. هي الفكره كلها كابتن اسامه والله ان الماتش كان مهم، كان ماتش صعب طبعا، مطرود مننا، كان كابتن عمرو السوليه اتطرد، فماتش صعب ان انت تنزل في ماتش زي ده في الجزء اللي قدام، كمان ان مستر موسيماني يديني الثقه دي كلها ان انا اقدر، ان انا حاسس ان انا هقدر اغير الماتش، دي حاجه طبعا يعني حاجه ما اقدرش اتكلم فيها يعني. فالواحد الحمد لله ربنا كرمه ونزل ظهر بالشكل اللي الناس كانت مستنياه، وكان ممكن ان انا افرق مع الفرقه وكان هيبقى مكسب يعني. بس خير الحمد لله، ربنا يكرم كده في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا شادي.